أنهم يشايعون الحسين ويذهبون لزيارة الحسين ويحيون شعائر صورية لا قيمة لها إذا فرغت من الهدف وهو إحياء الأمر الذي ثار لأجله الحسين عليه السلام أي حاكمية الله. فما بالك وهم اليوم يقيمون الشعائر الحسينية حاملين راية أعدائه وهي حاكمية الناس، ومن ثم تكون النتيجة تحريف هدف الثورة الحسينية وجعل الحسين عليه السلام زورا وبهتانا، مؤيدا وناصرا لحاكمية الناس أو خط الشورى والانتخابات وما أنتجه هذا الخط الباطل من أمثال يزيد. إنه لأمر مؤلم أن ينجح فقهاء الضلال اليوم بتغييب وعي الناس إلى درجة أننا نرى المقلدين المجهلين المضللين يحملون راية حاكمية الناس ومن ثم يذهبون إلى زيارة الحسين عليه السلام الذي ذبح لأجل نقض حاكمية الناس وإقامة حاكمية الله. هل يمكن أن يكون الإنسان متناقضا إلى درجة أن يرمي إلى درجة أنه يرمي راية المقتول يرضى ويطأها بقدمه ويحمل راية القاتل ثم يذهب بها ويقف على قبر المقتول ويترحم عليه ويلعن القاتل؟ ثم لو شئنا تصنيف هكذا إنسان فعلى من سنحسبه؟ هل سنقول هو مع القاتل وضد المقتول لأنه يحمل راية القاتل ويهين راية المقتول، أم نقول هو مع المقتول وضد راية القاتل ضد القاتل لأنه يترحم على المقتول ويلعن القاتل؟ يا أولي الألباب، يا عقلاء، تدبروا. حاكمية الناس ويزيد شيء واحد، حاكمية الناس ويزيد شيء واحد، وحاكمية الله والحسين شيء واحد أيضا. فمن يحمل راية حاكمية الناس ويؤمن بها ويعمل بها هو حتما وقطعا مع يزيد، وهو يزيدي حتى النخاع، ولو زار الحسين كل يوم ولو قضى حياته وهو يبكي على مصاب الحسين عليه السلام. لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الحسين عليه السلام عن ثورته المباركة وهدفها المبارك وهو إقامة حاكمية الله في أرضه. وفقهاء الضلال عندما أفتوا اليوم بوجوب الشورى والانتخابات وإنها سبيل شرعي للحكم، وعندما أفتوا بشرعية الحكومات المترشحة عن الشورى والانتخابات فهم حتما يزيديون حتى النخاع، وإذا كان إخفال تصنيفهم كيزيديين جريمة فإن تصنيفهم على أنهم حسينيون هو أكبر جريمة ترتكب بحق الحسين عليه السلام وبحق ثورته المباركة وهدفها وهو نقض حاكمية الناس وتحقيق حاكمية الله في أرضه. لأن هذا التصنيف الظالم الجائر الذي يخالف أبسط معايير الإدراك عند الإنسان يهدف لقتل الحسين الذي فشل يزيد لعنه الله في قتله. بل إن الحسين في المواجهة الأولى التي استشهد فيها استطاع أن يحقق الكثير لحاكمية الله، وقد تمكنت دماء الحسين عليه السلام من إبقاء وإنشاء الأمة الإسلامية الحقيقية، الأمة الحسينية المحمدية التي تؤمن بحاكمية الله وتكفر بحاكمية الناس. وقد سموا على طول الخط بالرافضة لأنهم رفضوا حاكمية الناس طوال أكثر من 1000 عام، وهذه الأمة المباركة تتحمل من الطواغيت آلام حمل راية حاكمية الله. ولكن للأسف اليوم تمكن إبليس بواسطة فقهاء الضلال من حرف الخلف من هذه الأمة عن دين سلفهم ومن سبقوهم من صالح هذه الأمة
ممن كانوا يقرون حاكمية الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اليوم تمكن إبليس أخزاه الله من اختراق هذه الأمة الحسينية المحمدية بجنده من فقهاء الطلاق الذين تسللوا إلى مواضع القيادة فيها، وحققوا اليوم لإبليس هدفه بإضلال الأمة التي كانت تقر حاكمية الله طوال أكثر من 1000 عام، وجعلوها تقر حاكمية الناس وتنقض حاكمية الله. إن المصيبة التي نحن فيها اليوم هي أن قضية الحسين قد اختطفها حامل راية قتلة الحسين بالذات، وأمس اليوم المتحدث باسم الحسين هم قتلة الحسين وحامل الراية التي قاتلت الحسين عليه السلام قبل أكثر من 1000 عام، وقتل الحسين عليه السلام وهو يجاهدها ويبين بطلانها وبطلان من أسسها، بل هي الراية التي قاتلها علي عليه السلام، وهي التي أبعدت عليا وجعلته مقعدا في داره قرابة 25 عاما، بل وهي الراية التي قاتلها محمد صلى الله عليه وآله وكل من سبقه من الأنبياء والأوصياء. إنها راية حاكمية الناس، راية الأنا أو نحن أو السقيفة والشورى أو الانتخابات أو ما يريد الناس، وهي التي قابلت دائما ما يريد هو أو رايته هو سبحانه، راية حاكمية الله أو البيعة لله أو الراية التي حملها الأنبياء والأوصياء وسيحملونها إلى يوم القيامة. إن هذه المصيبة التي نحن فيها اليوم وهي اختطاف الثورة الحسينية من قبل أعدائها جعلت من الحتمي ضمن الخطة الإلهية إعادة ملحمة كربلاء من جديد لتراق دماء حسينية طاهرة فتكون سببا في إحياء هدف الثورة الحسينية من جديد وهو حاكمية الله، فتفشل خطة إبليس لعنه الله وجنده من فقهاء الضلال أخزاهم الله. فكانت مشيئة الله وكان ما حدث في محرم الحرام، وها هي الحقيقة تظهر جلية وتعلو وترتفع يوما بعد يوم ليراها كل الناس رغم كل حملات التضليل وتغييب الحقيقة التي مارسها فقهاء الضلال وأذنابهم. الحمد لله الذي أخزى إبليس وجنده من فقهاء الضلال وخيب فألهم ببقية طاهرة قبضوا على دينهم ودين سلفهم من شيعة محمد وآل محمد عليهم السلام كما يقبض على جمر الغضاء، فتحملوا ثقل وألم حمل هذه الرسالة الإلهية رغم قلة الناصر وكثرة العدو واستكلابه عليهم. سلام لأنصار الإمام المهدي الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سلام للأسرى المظلومين القابعين في مطامير نظراء بن العباس في هذا الزمان أخزاهم الله. سلام لكم ونعم الصبر صبركم، وأذكر نفسي أن نتخذ أولياء الله الماضين رحمهم الله قدوة لنا وأسوة لنا، فإذا ضاقت عليكم مطامير السجون تذكروا نبي الله يوسف، وتذكروا موسى بن جعفر عليه السلام الذي سجنه بن العباس في طامورة ضيقة معتمة وقضى فيها سنين من الألم دون شكوى، بل قضاها بالحمد والعبادة.
حتى قضى وذهب إلى ربه صابرا محتسبا. أيها الأحبة، تذكروا دائما أن هذه الدنيا هي دار الامتحان، هي دار امتحان لا تبحثوا فيها عن مكافأة ولا تبحثوا فيها عن راحة، هي دنيا الامتحان، فاحرصوا على النجاح والفوز وتحقيق أعلى نتيجة يمكنكم تحقيقها في هذا الامتحان، احرصوا على أن يختم لكم بخير. سلام لشهداء الحق في هذا الزمان، سلام لكم أيها الأطهار، يا من عبرتم إلى النور، لا ينقطع حزننا عليكم، لا والله، وحزني على فقدكم كما قال القائل في رثاء أمير المؤمنين، كمن ذبح وحيدها في حجرها، سلام عليكم يا من طلقتم الدنيا وزخرفها في زمن تكالب فيه غيركم على الدنيا، سلام عليكم يا من نصرتم الحق في زمن عز فيه الناصر، سلام عليكم وعلى دمائكم التي سالت وكانت سببا في إحياء هدف الثورة الحسينية من جديد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أهل بيت الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، سلام العارف بحرمتك، المخلص بولايتك، المتقرب إلى الله بمحبتك، البريء من أعدائك. سلام من قلبه بمصابك مقروع ودمعه عند ذكرك مسفوح. سلام المفجوع الحزين الواله المستكين، سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف، وبذل حشاشته دونك للحتوف، وجاهد بين يديك ونصرك على من بغى عليك، وفداك بروحه وجسده وماله وولده، وروحه لروحك فداء، وأهله لأهلك بقاء. فلان أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على قدر، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذأب إليه الأوهام، يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام، يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام، صل على محمد وآل محمد، وافتح لأمورنا المتضايقة بابا لم يذهب إليه الوهم. والحمد لله وحده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والسلام على المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، ورحمة الله وبركاته.